حول الموضوع ينضم لنا من الريحانية عبر الهاتف القاضي خالد شهاب الدين، عضو وفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات وعضو وفد الأستانة سابقا. أستاذ خالد، مساء الخير، أهلا بك معنا. في البداية، ماذا وصلكم من الوفد المشارك في مفاوضات أستانة؟ كيف كان اليوم الأول؟ ما ملامح قرار إرسال قوات سلام إلى سوريا؟ مساء الخير لكم جميعا. الحقيقة العقدة الأساسية في وقف إطلاق النار هي إيران. يعني الكل يعلم أن إيران ليست ضامن، هي من قام بقتل وتشريد الشعب السوري من بداية الثورة السورية، وهذه عقدة حقيقية. الآن الأردن ترفض وجود هذه الميليشيات والحرس الثوري الإيراني بسبب أطماعه التوسعية والهلال أو الشيعي أو البدر الشيعي. أيضا هي تحاول السيطرة على الشمال، الخزان البشري للثورة، وهذا أيضا غير مقبول، وبالتالي تريد التوسع. بالنسبة لإدلب، هي مطروحة على الطاولة الحقيقة بشكل كبير، وسيتم يبدو الاتفاق على ذلك، ولكن الاختلاف حول القوات التي ستكون هي الضامنة لوقف إطلاق النار في إدلب. على الغالب هي ستكون في النهاية تركيا وبعض من الشرطة العسكرية الروسية، لن تكون إيران، لن نقبل بذلك أبدا. الفصائل الثورية المتواجدة معترضة تماما على وجود إيراني في الشمال السوري وفي أي منطقة في سوريا، هي محتل بالأساس، ولكن طالما أنها موجودة كضامن وفرضتها روسيا فرضا عن النظام وعن ميليشياتها الطائفية. يعني كان الموضوع أن وجود إيران هو ضامن للميليشيات التي جلبتها إلى سوريا، وبالنهاية هي ستخرج معها بقرار أممي مع خروج القوات الأجنبية. المشكلة الحقيقية الآن هي من سيدخل إدلب لمراقبة وقف إطلاق النار، وبتقديرنا سينتهي الأمر بدخول القوات التركية إضافة لبعض من الشرطة العسكرية الروسية. الأمر يعني الآن وقف إطلاق النار، هل وقف إطلاق النار هل هو في مصلحة الشعب السوري؟ نعم. إلى الآن طيب، وقف القتل. نعم، نظل في موضوع القوات التي ستدخل إلى المناطق التي سيتم توسيع تخفيف تصعيد فيها. قلت بأنه الوفد المفاوض للمعارضة العسكرية لا تقبل أن يكون هناك أي طرف إيراني في ضمن هذه القوات. يعني في هل الأطراف يجب أن توافق كاملة على من سيدخل، أم أنه عند اعتراض الوفد المعارض فلن تتم الموافقة؟ هل سيكون له هناك أي ربما أي صدى لهذا الصوت الممانع بدخول إيران؟ تماما. في الشمال تحديدا لا يستطيعون فرض وجود إيراني لوجود فصائل الجيش الحر التي ستعارض وتقاوم ذلك، وسيكون هناك نظام حقيقي وسيكون هناك معارك. هذا هو السبب، ليست فقط معارضة على الورق أو أن يعني إهمالها يمكن أن يتم فرض بالتالي قوات إيرانية. فرض هذه القوات سيؤدي إلى صدام. التواجد الإيراني في شمال سوريا هو انتحار للثورة وانتحار لنا، لا يمكن أن يكونوا. إنهم محتلون قاتلون يبغون التوسع، لا يبغون ابدا السلام، لا يبغون وقف اطلاق النار، لن توافق الفصائل، وهناك اساليب ردع لذلك. الا ان تم هناك حرب شعواء وحرب شامله لاجبار الفصائل والقضاء عليها كما فعلت روسيا بصواريخها الباليستيه وصواريخها الارتجاجيه الى ما ذلك، وما حصل والكل يعلم ذلك بالتقارير. نعم، مرفوض تماما من وجود الايراني في الشمال السوري. شكرا لك. إذن من الريحانية القاضي خالد شهاب الدين، عضو وفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات وعضو وفد الأستانة سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من الريحانية. إذن شكرا لك.